الحال ضاق فينا، قال يا ما بدي اسافر بلكي اسعدك واسعد حالي. سافر السنة اللي فاتت، قاعد في تركيا، الحال ما عجبهوش هناك، برضو الحال مش نافع. قال يمكن يما اطلع اليونان وربنا يفرجها علينا وعليكم. يا ريت يما ما طلع، الحمد لله رب العالمين، راح ما رجعش. يا ريت يرجع لي جثة واشوفه اخر مرة. يا رب يا رب تخليني اشوفه اخر مرة، يا رب يا رب ترحم كسرة قلبي، يا رب بناشد الدنيا كلها ترجع لي واشوفه لاخر مرة يا رب. بلوم على الحكام اللي عندنا هنا، على حكومتنا اللي في غزة، حكومة غزة اللي دمرتنا وقفلت علينا كل الطرق وكل ابواب، وهم كلهم هجوا من هالبلد، هم عايشين في نعيم، واحنا اولادنا بياكلوا التراب وبتهجروا وبتغربوا وبموتوا غم كمان في الغربة، ومحسوبة علينا حكومة لا بتحل ولا بتربط عنا ولا بتفيدنا بأي فايدة. عمرنا في حياتنا ما خدنا كابونة من حكومة ولا منوا علينا بحاجة، عمرهم ما وظفوا لنا ولد، عمرهم ما جابوا لنا مساعدة، بس معدودة علينا حكومة بس، يد من حديد قابضة على أرواحنا وأرواح أولادنا وبس. حسبنا الله ونعم الوكيل. هو كان يعني متعقد من وضعنا، كان في عنده عقدة من وضعنا، يعني كان يحس حاله هو انه في عنده نقص، كان عنده نقص، يعني يحس حاله انه اللي قده اتجوز وهو قاعد، واللي اصغر منه اتجوز وهو قاعد، ويروح على بيوت اصحابه يلاقوهم انظف واحسن من بيوتنا. كان يخجل يجيب اصحابه على البيت من كتر ما البيت كان يعني ضيق، يعني ما يلاقيش مكان يقعد اصحابه فيه. فكان يقول يما احنا وضعنا على الاخر يعني سيء، ايش بدنا نعمل؟ احنا بدنا نحسن من وضعنا، نحاول نحسن من وضع. انا اللي بدي احسن من وضعك، انا بدي اسافر واضحي بنفسي عشان بدي احسن من وضعكم. انا ما بيجينا ضيف يما بخجل ادخله في دارنا. هيني خسرت ابني ووضعي زي ما هو على الفاضي، يعني هي ابني راح وانا وضعي كما ما هو، لا تغير من وضعي اشي ولا حاجه. هيني ضلتني في الفقر وضلتني في المرض وفيش، والوضع السيء تبعي بيتي زي ما هو، فيش تغير اشي من بيتي، لا حسنت من وضعي ولا حسنت من عيشتي ولا حاجه. زاد هم اكثر لانه الحين خلص هو الولد السند الكبير الي راح، وابوه راح، مين ضل؟